يعتبر طبيب الأسنان مؤهل لإجراء عمليات التجميل، يعني سواء كانت جراحية أو غير جراحية؟ طبيب الأسنان مؤهل للممارس لعمليات التجميل اللاجراحي الفيلر والبوتوكس باعتبار هي جزء من شغله كحالات علاجية أو حالات تجميلية، أما طبيب الممارس غير مؤهل للعمليات الجراحية التجميلية، ولكن طبيب الاختصاص طبيب الاختصاص جراحة الوجه والفكين من حقه العمليات الجراحية في الوجه والفكين ومن ضمنها عمليات تجميلية وعمليات فتح أحياء تقويمية. من الأجدر بإجراء هذه العمليات التجميلية الحقن؟ طبيب الأسنان لو بعض يعني الذي يمارسنا هذه المهنة أصبحت مهنة في مراكز التجميل المنتشرة وهن لا يمتلكن أي شهادات أو مؤهلات طبية؟ يعني اللي ما يمتلكون الشهادات واللي يمارسون هذا العمل فهذا واجب فهذا واجب التفتيش في وزارة الصحة والرقابة في النقابات، وتم علاج كثير من الحالات، وأكيد أكو مخالفات مستمرة، بس هذا ما ينعكس على أطباء الأسنان، هذول منتحلي صفة يعتبرون أحياناً، وأحياناً مخالفين اللي هم مسموح لهم يشتغلون ولكن يتعدون حدود اختصاصهم وعملهم، والمنتحلي صفة اللي هم أصلاً من خارج المجال الطبي ويمارسون هذا العمل. وأكثرية الحالات احنا بالنسبه لنا كنقابة اطباء الاسنان نحيلهم للجال الضباط في حاله دكتور سيف مخالفه بسيطه والى القضاء ايضا.